السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الثامن من فك تابلو العربية جراند شوكي. احنا كنا المرة اللي فاتت وصلنا عند ان احنا سلكنا عصاية الدركسيون، هنا بقى بنفلت عصاية الدركسيون من التابلو عشان نسحبه برا العربية. سنة سنة بنسحبه، بسم الله. هنا احنا بنسحب، في لسه ضفيرة ما تسلكتش. اهم حاجة بس السنس وانت بتسحب التابلو او انت بتفك اي جزء، بحيث ان انت حاجة ماسكة لسه، حاجة مش عارف ايه، ما تتقطعش. فانت واحدة واحدة وانت شغال. ايه، خلاص التابلو طالع برا العربية. ادي المنظر بعد بقى ما فكينا الطابلو. هنا هوريكم حاجه مضحكه جدا. الشباب كانوا مكسلين يفكوا التوربيدو علشان في مسامير تحتيه من اللي ماسكه الطابلو، فهم قرروا ان هم هيفكوا المسمارين من غير ما يشيلوا التوربيدو. احنا برضو بنطبق مبدأ المساواة، فبنحب كل واحد يعني ايه ياخد حقه في التجربة. هو هيفك المسمارين فعلا، ان هو نجح في فك المسمارين. ادي اول واحد، والتاني جنبه، ادي خلاص المسمار التاني اتفك. هو بقى بعد ما فك اكتشف انه لازم يفك التوربيدو، وهنا كانت الصدمة. الجزء الحديد ده كله هيتشال، ان هو قافل على المواسير والاكسبانشن. دي مواسير سخنة هنا في الوش، ومسامير ومواسير الفريون. هنفك بقى التوربيدو، فعشان يفك التوربيدو هيفك المساحات.
ده الكفر اللي قافل على الصامولة. بعد كده بتفك بقى الصامولة نفسها، بعد ما تفك المسمار عشان المساحة تفك معاك لأن هي بتبقى قافشة في المشرشر بتاعها، هتدوس في النص في الجزء المفصلي اللي في نص المساحة. هوريكوا دلوقتي المنظر. فك الصامولة دي، في النص ادوس كده. ايوه ادي المساحة ثابت، هي ليها زرجينة والطول موجود عندنا بس يعني في الحالات اللي بتبقى مستدعية يعني، ومش كل الناس بيبقى عندها تولز، فدي اسهل طريقة. والتانية بنفس الشكل. بعد كده بقى هنشيل التوربيدو نفسه. هو في توربيدو يعني تثبيته في اغلب العربيات ليه كذا طريقة، يا اما كليبسات يا اما بيبقى داخل حش تحت الازاز وبعد كده بكليبسات، يعني الطريقتين شغالين على حسب طبعا ديزاين العربية. ادي بقى الجزء الحديد ده اللي احنا عايزين نشيله، ممسوك بمسامير. واحدة واحدة بقى بنفلت التوربيدو اهو، الحمد لله بيطلع. او في بعض الاوقات لما الناس بتبقى مغيرة ازاز العربية بيبقى السيليكون قافل عليه فبيبقى لازقه في الازاز، ومرة ازاز عربية اتكسر مننا بسبب الحركة دي، فبنبقى حريصين جدا واحنا في تطبيقها.